هذا الزورق قبل كم يوم سويته، طبعا سويته بطريقة جديدة. هذا نقول عليه الشعب مالته، هذا اللي تشوفونه قدامكم، هذا قبل كنت احط له خشبة معاكسة واصب عليها، هسه لا ما اخلي خشبة معاكسة، هسه اجيب زيته من هذا اللي يسونه تشينكو او سقف، هذا الكيس وباني يسمونه، من هذا البليت الجديد واحطها جواها واشتغلها على الخشب، اشدها براغي، لاني كل الشغل من برا يصير اشدها براغي. فمن اكمل اصبه واكمل البليت اوخرها، راح تطلع ملسه كلش وما تشرب ماي بعد، بصير ثقيل الماء. فهذا الزورق ما تعدى وزنه 20 كيلو، شوفوا قدامكم يقدر خفيف، وزنه صار 18 كيلو ونص، بعد الاضافات راح اسوي بيه تعديل المقعد، وهاي راح يصير يعني ما يتجاوز 20 كيلو. هذا الزورق يكلف 225. هاي العلبة موجودة عند جماعة الإنشائية، هاي نفس الغرار تقريبا، نفس الغرار بس هي يعني ضاعف حجمها من تخليها على في الشيء. فأحسن شيء تستعملها إذا عندك زورق يخر مي. أنا هواي جماعة يسألوني يعني شلون شو نسوي إذا عندنا زورق يخر مي؟ هم نجيب له مادة ونحط له؟ ما حاجة تجيب له مادة وألياف وتصير عليك بعد خسارة هواي. هاي سعرها تقريبا ب5000. فبهاي الطريقة تخليها يفضل من داخل، أنا هذا عندي من الخارج أكمل هاي المجال اللي فاره، والا هو هذا اصلا ما يخرج طبعا ابد، خطره واحده ما يعبر. فانت تخلي له من الداخل شكو ثقب مكان، حتى لو يعني لو كبره شبير اكثر من شبير، بهاي الطريقه تخلي له وتركه هو تقريبا ساعه ساعتين يجي، ترجع انه بكاغد جام تحكي المنفوخ به، اذا تبقى به مساهمات ايضا ترجع تخليها مادة. هاي رخيصة ووايد تسوي لك شباب. انا هاي بالمستقبل لما اسوي زورق حتى هذا بعد الخشب من الجوانب بعد ما استعمله، انه بكله راح اخليه فايبر جلاس، والقالب استعمله من هذا الحديد